ديليت ايميج اسم من البيت وتدفنها بمحل بعيد. ايه يا كان ابو دراع، هيك بيكون البيت بالسليم ومنقدر نبيعه يمين ما كان. بس ما لقلك ها، انا ما خصني بشي بلوب. شلون يعني ما خصك بشي؟ مو انت بدك تقسمني بنص حق البيت؟ انت بتحمل الجثة وتطلع فيها برات الحارة. شو خايف ابو دراع؟ جثة حرمتك اكلت دود وصار عظامها مكاحي. مو ابو دراع اللي بيخاف نمس، كل واحد بياخد حق تعبته. انت بدك تاخد نص حق البيت وبدون ما تشتغل شي، بتساوي اللي اتفقنا عليه على دوز بارة وبتخلصني من الجثة اللي بالبيت، وقتها بتصير شريكي. وانا موافي. امتى بدك تبلش؟ بسو بل ايه بلش. بدي خليني نشوف البيت بالاول ودلني وين دفنته للمرحومة، واترك الباقي على النمس.